ماذا يمكن أن يحدث إذا لمسنا النيتروجين السائل؟ من المؤكد أنكم سمعتم من قبل عما يعرف بالنيتروجين السائل. هل تذكرون ذلك السائل المدخن الذي كان يتصاعد في المشهد الشهير من فيلم الخيال العلمي Terminator 2؟ إنه النيتروجين السائل. والسؤال هنا، إذا كان الإنسان الآلي ذو القدرات الخارقة لم يتمكن من تحمل برودة ذلك السائل، فماذا سوف يحدث إذا لمسه البشر؟ هل سنتحول إلى قطعة من الثلج أم سوف يدمر أجسادنا بشكل كامل؟ دعونا نكتشف الجواب معا. أولا، دعونا نتعرف على ماهية النيتروجين السائل واستخداماته. النيتروجين السائل والمعروف علميا بـ LN2، بعضنا يعرفه كمبرد ومجمد سريع للأشياء أو يستخدم في الخدع السحرية والكيميائية، والبعض يستخدمه بتحضير المشروبات بأشكال ومؤثرات مبدعة. ولكن ظهرت الأسئلة مؤخراً حول سلامة استخدامه في المشروبات، فالنيتروجين السائل يمكن أن يكون خطيراً أو مميتاً إذا لم يتم التعامل معه بشكل مناسب، كما يستخدم الجراحون أيضاً العلاج بالتبريد للقضاء على الخلايا السرطانية. عندما تنخفض درجة حرارة النيتروجين إلى 196 درجة مئوية تحت الصفر، يتحول إلى الحالة السائلة، وعند تسخينه يعود مرة أخرى إلى الحالة الغازية. وبإمكان لتر واحد من النيتروجين أن يتحول إلى 700 لتر من الغاز، كما يستخدم كمبرد للآلات، كما أن له دوراً فعالاً في إطفاء الحرائق. فعند سكب النيتروجين السائل على حريق في الهواء الطلق، تنطلق كميات ضخمة من الغازات التي تعزل الأكسجين عن الحريق ليطفأ الحريق على الفور. والآن لنكتشف رد فعل تلك المادة العجيبة تجاه الجسم البشري، لنعود مجدداً إلى ذلك المشهد من فيلم الخيال العلمي الذي أخذ فيه جسد الشرير في التجمد تدريجياً، ثم بدأ يتحطم ويتكسر كالزجاج. وكعادة الأفلام، هذا بعيد جداً عن أرض الواقع، فما يحدث عند ملامسة النيتروجين السائل للجسد سريعة؟ لذلك إن وضع شخص يده في النيتروجين السائل للحظات ثم أخرجها سريعاً فلن يصاب بأي أذى. أما إذا ازدادت هذه المدة فلا شك أنك بذلك تضع نفسك في مأزق كبير، لأنك بالطبع سوف تتجمد وتختبر الشعور بالتجمد الذي يصل إلى 196 درجة مئوية تحت الصفر. سيتجمد جلدك أولاً، ثم السوائل الموجودة بجسدك بما فيها دمك، ثم خلايا وأنسجة جسدك بالكامل. ولسوء الحظ، لا يمكن معالجة الضرر الذي سوف يلحق بيديك بسبب ما يحدثه الثلج من أضرار وموت الأعصاب، والنتيجة هي تلف الجزء المصاب تماماً، ومن الممكن أن تصاب بحروق كيميائية شديدة على الجلد أو التجمد حتى الموت. ونفس النتيجة التي يمكن أن تواجهها عند شرب هذه السائل، فابتلاع مقدار ضئيل من النيتروجين السائل يعطي نتائج رهيبة. فإذا شربت أكثر من بضع قطرات من النيتروجين السائل، وبالخصوص بمقدار ملعقة شاي، ستتجمد وتتصلب وتتهشم كالزجاج. تخيلوا إذا حصل ذلك في القناة الهضمية أو في المعدة. لذلك يجب عليك الحذر من هذه المادة الخطرة، وبخاصة عند تناول الأطعمة أو الآيس كريم خارج المنزل المستخدم بها النيتروجين السائل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.